تتواصل في بلدية بنغازي فعاليات البرنامج العلمي الخاص بالتطوير المهني لأطباء الأسنان. البرنامج تضمن عدة محاضرات حول قرحة الفم وعدوى أغشية الفم المخاطية والحشو الضوئي الطبقي. هذا واستهدف البرنامج عددا من أطباء الأسنان بالعيادات والمراكز الصحية بالبلدية. أقيمت في بلدية غدامس جلسة حوارية حول دور ديوان المحاسبة في المحافظة على أموال الدولة. الجلسة استهدفت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني في بلدية غدامس والبلديات والمناطق المجاورة لها. نظمت كلية الطب البشري في بلدية سبها نظمت احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي تحت شعار توحيد الجهود من أجل مستقبل صحي أفضل. الاحتفالية حضرها عدد من مديري المراكز الصحية بالبلدية وعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والمعاهد التعليمية بالبلدية. عقد في بلدية وادي لبوانيس اجتماع لمناقشة إجراءات فصل المكاتب الإدارية والخدمية عن بلدية سبها. هذا وحضر الاجتماع عميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية.